56 وين كنتو نتحدوكم بلا زعاف وطبيعتنا ما نحكو اللي ماتوا يا الحراف وكفي دار تشريف بحكي على جاسولي يا جيل جديد رهيف بن في التسعين مبوري والرجال علموا لي المحبة ماشي بالسيف والغيرة يا دلالي كيفاش جيتو والله ما عيب تحكوا اللي صار مولود يا تزال وقفتو كانوا قاعدوا وار غير هي تبان هي الجبهة وهي الاسطوار سقسي اللي كان كانت مسل من والكفار ونجوم التالي خرجوا لنا غير خمسة يقابلوا ماشي في الأقفالي في وسط الحومة نهدرو شروط كالتالي غير 70 سنة نشاهدو نودخوها تاني ما عرفوكم كي تكذبو درنا قيمة وعمرنا حبطنا النيفو تالبتونا وتالبناكم حتى هبلتو غير في الكورة واليوم لحقت حتى جهلتو خبيتو لنا خوا خواياكنا عرفو ساهل اللي جاني بغدرة وعرفتو كان قدها ما طول تاني من نهار اليوم يبدا حسابها عيدنا صايم اول مره واخر غنية راني في مكاني والواتي قالي تحب نجيبها في القصيد وراح شوف حرفة تدخل قفة قفة الوالدي ماشي رمانة جوز كشفة وجوابي ليك راح نخلويك بلا كلفة دايما ننجيك انا الالف وانت يا لبا دايما ننجيك انا الالف وانت يا البا